السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الباك اند والاي بي ايز باستخدام نود جي اس. والنهاردة هنكمل كلامنا عن اتش تي بي مسجز، ايه هنتعامل معاه، اتش تي ام ال فايل كامل، ونبدأ يعني ننفذ اللي احنا اتعلمناه الحلقات اللي فاتت ديت بس على بروجكت يعني لحد ما مكتمل. فخليكوا معنا. انا في الحلقة ديت عملت كرييت ل HTML فايل وكتبت فيه الكود التالي دوت، اللي هو الكود العادي هيد وبودي وهوم بيج وهالو وورلد، يعني صفحة HTML عادية خالص. ويعني مفروض ان اي واحد بيشتغل باك اند او فرونت اند حتى ان هو يكون اويرد بالاساسيات بتاعة ال HTML فورمات، اوكي، لان انت كده كده هتتعامل معاها وحتى يعني هتكتب كود بيها سواء كبير او صغير. لو انت باك اند طبعا هتكتب صغير مش كتير، لو انت فرونت اند هتكتب كتير. فعشان كده انا بنصح اي حد مش عارف اساسيات ال HTML ان هو يشوف الكورس الموجود على الشاشة دلوقتي اللي فيه شرح وافي وكافي لكل اساسيات ال HTML. فتعالوا بقى نيجي نرجع ليه الكورس بتاعنا ونقول ان احنا كده دي صفحة HTML كاملة، وهنبدأ ان احنا بدل ما نتعامل مع كود صغير زي دوت كده، لا انا عاوزه بقى ايه يبعت صفحة HTML اللي هي اللي تظهر في الشاشة. ودوت على فكرة هيبقى بداية بقى صناعة بقى الباك اند فعلا، الشغل بتاعنا التقيل بدأ من الحلقة ديت. ويعني من الحلقات الجاية برضو هنبدأ نتكلم عن حاجة جديدة زي الاكسبريس، بس ده مش موضوعنا حاليا. خلونا دلوقتي نتكلم عن ازاي نستخدم صفحة HTML مع التطبيق بتاعنا. تعالوا بقى عشان نقرا صفحة ال HTML ديت محتاجين ان احنا نستخدم ايوان read file sync اللي كنا استخدمناه قبل كده. اهوت نفتح قوس ومثلا هنقول هو الاول هنا require الفايل بتاعنا، طبعا الموديول بتاعنا fs هو ده اللي هنستخدمه. وهنا نرجع تاني نقول له هنا ايه read file sync، تمام كده، عشان نقرا الملف ونبدا ان احنا نبعت الداتا بتاعته از اي داتا لرايتنج. تعالوا ناخد بقى الداتا نحطها في كونست اهوت، مثلا هنسميه هوم بيج اتش بي، وهيساوي هنا read file sync، وهنبدا نديله هنا دوت هنا html index.html، تمام كده. طبعا الموضوع هيبقى سهل لفكرة القراية، هنستخدم هنا اتش بي ان احنا نمسح الكود ده بقى خلاص اهوت، ونقول له هنا بقى اتش بي اكتب لي الكود اللي موجود في الاندكس دوت اتش تي ام ال. ولو عملنا هنا كنترول اس وجينا هنا ستارت وهنا السيرفر بتاعنا طبعا هو لوكال هوست 5000 ودوسنا انتر اهو بوم شغل لي الصفحه اللي انا لسه كاتبها معانا دلوقتي في كازا اتش تي ام ال اي بيج. ولو عاوز مثلا تظهر الكود بتاعها احنا اتفقنا على بلين اوكي، ونعمل كنترول سي وهتلاقي الدنيا اتغيرت هنا. تيجي هنا مجرد ما تعمل ريفرش هتلاقي الصفحه طالعه لك كانها اتش تي ام ال كود، يعني بدون اي مشاكل زي ما عملناها قبل كده. بس خليها تاني رجع ديت اتش تي ام ال ماشي، لان كده احنا عايزين ايه نثبت حاجه كده اهوت بان احنا نظهر الاتش تي ام ال كود بتاعنا في الصفحه دي. تعالوا بقى نتعامل مع بروجكت اكبر شويه. بروجكت دوت انا جايبه من على الانترنت الفري نافيجيشن بار ماشي، هيئة النافيجيشن بار دي طبعا في منها اشكال كتير، لو فتحت اي واحدة مثلا منها اهو هتشوف اشكال كتير من النافيجيشن بار ديت منيو مثلا. خلينا نشتغل مع اكتر واحدة سيمبل اللي هي هيدر واحد ديت ماشي، اللي هي هيدر واحد دوت اتش تي ام ال، دي سيمبل خالص. هنا براند مثلا ممكن هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، اي حد عاوز يعمل داونلود ليها ويضيفها في البروجكتس بتاعته عادي، هي فري كده كده موجودة على الانترنت ماشي. هسيب لكم لينك الداونلود في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو اوكي، وهحط لكم هحطها في البروجكت بتاعنا عشان نبدا نتعامل معاها بقى على بروجكت كبير جدا بدل صفحه الانترنت البسيطه اللي احنا كنا عملناها. احنا عاملينها فور تمبراري اونلي
تمام كده اهوت. لو جيت هنا في التطبيق طبعا الكود دوت هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس برضو تحت الفيديو، كود الاكواد كلها بتاعت الحلقات بتبقى موجوده في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، تقدروا تبصوا عليها. فلو دخلت على جيت هاب هتلاقي البروجكت ده مرفوع على جيت هاب في الحته ديت اللي هي الهيدر سي اس اس ماستر. اوكي احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم اللي هو هيدر واحد بس، انا رافعها لكم كلها يمكن ناس تحب تستفيد منها او تستخدمها في شغلها في المستقبل يعني باي شكل تاني من الاشكال المتوفره فيها. تعالوا بقى نستبدل بقى الاندكس دوت، ماشي نلغي الاندكس دوت ونبدا نروح على السي اس اس ماستر ديت وناخد هيدر واحد دوت اتش تي ام ال. انتوا شفتوا معايا النافيجيشن شكلها حلو ازاي وفيها سي اس اس وجافا سكريبت وشغل عالي جدا يعني. تعالوا بقى نعمل سيف كنترول اس ماشي، ونيجي بعد كده نروح لللوكال هوست بتاعنا ونضغط انتر. الله ايه ده، ايه اللي حصل للمنيو؟ مش كانت بتظهر وبتعمل بوب اب وبوب اوت دلوقتي قدامنا وحاجه كانت اخر عظمه؟ ايه اللي حصل لها؟ فين راحت الاستعانه بال HTML وال CSS؟ طب تعالوا نشيك الكود كده نتاكد ان الكود سليم. هنيجي هنا نحط هنا بلين ونعمل سيف، نيجي هنا نعمل ريفرش. الله الكود سليم اهو، رايح لل CSS ونادي على الجافا سكريبت السكريبت بتاعه. امال ايه المشكله؟ تعالوا عشان نفهم اللي حصل ايه وايه المشكله. اول حاجه بس نرجع هنا نغير البلين ديت نخليها HTML ماشي كنترول اس اوكي، ونرجع تاني للصفحه بتاعتنا والريفرش ونعمل F12 تمام كده اهوت. ممكن ندوس ريفرش تاني عشان نشوف ايه المشكله. هتلاقي فيه هنا اهوت ريكوستات باد كتير 404 لصفحات ال HTML ل CSS زي rest.main.css style.css وheader.css وheader.javascript. طيب تعالى عشان نفهم اكتر ايه المشكله هنرجع ال URL بتاعنا، فهنا console.log ونبعت له ال URL اللي احنا حصلنا عليها او ال URLs اللي احنا حصلنا عليها من ايه التطبيق بتاعنا. وتعالوا هنا مجرد ما نعمل كنترول اس ونروح نعمل هنا ريفرش هتلاقيه هنا بيقول لك ايه المشكله اهوت. ادي دولت ال URL اللي هو بيدور عليها، هو ستايل داش كذا من ايه البدايه، مش حاطط الهيدر سي اس اس ماستر الفولدر قبليها، ودي مشكله كبيره الى حد ما. تعالوا نروح لصفحه ال HTML كده اهيت اللي هي الهيدر 1.html وتعالوا نبص عليها بشكل متعمق اكتر. ماشي شايفين هنا، هو هنا بيقول لك ايه ستايلز ريست دوت مين دوت، يعني شايف انت الـ 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 المكان اللي بيدور عليه بيبص لها من جوه، يعني بيبص هنا انا الستايل بتاعي من اول البروجكت بتاعي يبص على الستايل ريست دوت مين، فهو هنا لما بيجي يشغله بيشغله بره في السيستم من بره، فيجي يدور على فولدر الستايلز مش يلاقيه، فطبعا يبقى ده باد ريكويست. يدور على فولدر الجافا سكريبت مش لاقيه، فيبقى ده برضو 404 باد ريكويست برضو، ويبدا ايه يبوظ منك وانت ايه شغال. طيب حل المشكله دي ايه؟ والله في حلول كتير، يعني ممكن مثلا تسحب الملفات او الفولدرات ديت بتاعت الايمجز والجافا سكريبت والحاجات ديت، وكمان تاخد لو في لوجو هنا او اي حاجه تاخدهم وتطلعهم بره في البروجكت من بره بحيث ان هو يشوفهم على طول دايركت. بس ده حل مش عملي، لان انت ممكن تكون مستخدم حاجات كتير من مثلا بلجنز كتير، فانت مش عاوز تطلعهم بره عشان ما يحصلش كونفليكت بين بلجن معين لبلجن معين. لو انت بتستخدم تول مع بعض انت عاوز تفهمه ان المسارات اللي هي زي ديت كده جايه من السيستم عندك. فالحل في الليله دي ايه؟ انك انت تشوف الحاجات اللي انت الباصز اللي بايظه ديت، يعني مثلا 1 2 3 4 ومثلا نبدا نعرفهم في ايه السيستم بتاعنا. تعالى قال لي دي كده، خلينا مثلا ناخد لنا الكونست دوت، ادي 1 2 3 4 ومثلا هوم بيج ستايل مثلا هنا مين، وهنا هوم بيج مثلا ستايل بس، وهنا هوم بيج مثلا هيدر بسميهم اسامي عشان نفهم احنا بنروح على انه فايل، وهنا هوم بيج مثلا جي اس جافا سكريبت اوكي. ونيجي هنا نوصل لكل ملف منهم مثلا هنا ستايل
styles والملف بتاعي اسمه rest main.css وهنا style و style برضو .css وهنا مثلا header style header واحد لا header سوري style هنا style header style .css وهنا بقى JavaScript وهنا header واحد دوت جافا سكريبت. عرفت المسارات دي منين؟ اهي المسارات اللي هو ايه بيكلها لما بيبعت ايه الريكوست اهي كلها انا عرفتها من هنا تمام كده. طيب هبدا بقى اديها له مانوال ماشي. خلينا كده نبدا نعمل ناخد ده كده كنترول سي نعمل هنا كده ننزل تحت الس اف ناخد مثلا هنا request.made.css دوت اهو كنترول سي ونحطه هنا كنترول سي ونقول له هنا لا ده النوع بتاعي هنا سي اس اس كاسكيد ستايل شيت ماشي وابدا ابعت له ال اتش بي ستايل مين اهوت لو دوست كنترول اس ماشي ورحنا هنا عملنا ريفرش هتلاقي الدنيا ظبطت شويه ماشي لان هو بدا ياخد من الملف بتاعه دوت والجيت واي ما عادش بايظ ماشي ونرجع نعمل نفس الحمله ديت اهيت نفس الحركه ديت مع الاربع ملفات التانيين ناخد هنا الستايل دوت سي اس اس دوت هنا ونقول له دوت لا هنا الاتش بي ستايل ماشي ونرجع برضو ناخد الملف التاني اوكي اللي هو دوت اللي هو الهيدر دوت سي اس اس ستايل ستايل هنا اوكي ونبعت له الملف بتاع الهيدر دوت سي اس اس ماشي نيجي هنا برضو ناخد نفسه كده نحط كنترول سي وهنا كنترول في تمام كده ونبدا نحط هنا بقى الملف الباص الاخير جي اس هيدر دوت سي اس ونحطه هنا بس المره دي ده جافا سكريبت فهنيجي نكتب له ان تكست جافا سكريبت ماشي ونبعت له هنا ال جافا سكريبت فايل بتاعنا هنسيف بقى الكلام دوت كنترول اس ماشي ومجرد ما نرجع للبراوزر بتاعنا ونعمل ريفرش هتلاقي الدنيا ايه ظبطت ورجعت تاني ايه زي الاول واشتغل معانا ايه بدون اي مشاكل تمام كده. تمام احنا كده حلينا المشكله بس كتبنا كود كتير جدا 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 شايفين. طب افرض بقى ده الملف بتاعنا ده فيه اربعة فايل ماشي ده فيه فايلات كتير افرض فيه ريسورسز كبيرة جدا نرجع الريسورسز دي ازاي. هنا بتيجي فايدة مكتبة من اشهر مكتبات النود جي اس وهي الاكسبريس نود جي اس واللي ان شاء الله هنبدأ فيها من الحلقة اللي جاية نبدأ نتكلم عنها ونشرحها باستفاضة ان شاء الله. ياريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو وياريت ناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقة قادمة ودمتم في رعاية الله وحفظه.